أصرف على شان النواد ردنانير ومهتم بقول المخاليق خسران في شفها ما قد حسبت المخاسير وفي صدها حالي بخير وضربان وفي صدها حالي بخير وضربان أصرف على جنان وعد ردنانير ومهتم بقول المخاليق خسران في شفها ما قد حسبت المخازير وبيصيدها حالي بخير وطربان لا جات صفوتها حرار مغادير طروحها متبخص وفي الشان تباشر الطروح في شوف تخير واحتار بين فلان وفلان وفلان ثم قال جتني ألومه كلها وسط تقدير وخديت من راسه على كيف ما زال اللون والرجا وعرضه المسير والذند وهو الأرض والوجه غضبان وخذله من التوقيت للعلم تدبير إليه نجاه اللي بخزن ولا هان خذناه ثلاث أيام بين المداوير أنضي المبر وللعلم برهان وأنا هجوز بين ورد ومصدير محتار بين هموم وفكار وأحزان إلين بشرني بيسر المعازير قال البشرة يا دار درب الإيمان وقلت أبشر بزود على سومة الطير كانه بخير تروح والجيب مليان جابه وشافوه الرجال المنائير اللي لهم نظره وللطيب عنوان قالوا كفاه الله شر المقادير وفي عدي منادر الصنف شقران خدته ودارته لحل حذاه على الهقوة ولا منه خذلان أبيه للربدة وشرد المعبير اللي نوادرها وراح عزم أدنان وأبيه محزم للحبار المدبير إن كان وسط إيران ولا باكستان ولا الدار نشوفها تالي صرت الناس خفوا قلي على نشفق لها ونسه وجمعه وتدوير ومربعه من عمي واسمي وهتان أبطت سحبها بأمر ربي شخاتير هتان لا رخى ولا زاد ودان رضانها من كل زهرون ووير تسجع صفيره على عذب الألحان دار العراق اللي تضم المعاشير دار غلاها داخلي قد لها زمان دجنا ولا جتنا صدوف وتأزير واستانس ربعي وصيت تلفان مع رجال كل بهم مسافر